كل شويه شويه بيساعد المصباح، لانه دي هو شبع اللجنه عندنا ما تلاقيش. اليوم ما احضرت سيسي رئيس الكتله، ومن حقي انه نحضر واجب الايجاد انهم يستدعوا رؤساء الكتل في لجنه الاصلاح الاداري ومكافحه الفساد. اول حاجه اللي لاحظتها طبعا هو انه صار تفريق ما بين اعضاء اللجنه ومش اعضاء اللجنه، لازم اعضاء اللجنه يتكلموا قبل، وهذه هي بدعه ما فماش في الايجاد، لان ثم مساواه بين النواب الكل الا في التصويت. استنيت دوري، كيف جاء دوري مازلت كي بديت نتكلم ويقع قطع الكلمه بحجه انه ثلاثه بقايق كانوا كوفات. شكون قال لي بداو ثلاثه بقايق؟ اعطيني وقتي ورنيني ما نوريك حتى شيء وهذا كان موجود. والناس اللي قبلي قداش كبير ما يهمكش ثلاثه الموجود. وكي نتمسك بحقي في الكلمه يتم رفع الجلسه. وكي العاده تتهم وجايه وتعطي لنا اللجنه والشعب التونسي وتتحمس وليد وهذه اللغه هذيك الكل. واللي زاد عليها المره هذه تصبيح اكثر. هم ازرق سقط على بحر اللي هي من وين في نص القاعه ومسجل طايح من بعد بقعه في عبد الله البش هذه عياض اللومي مقلل اللجنه ومهدوله وتو رهيب واخر مره يتهدوا اللي يحب يضرب اللي يحب يسد يعني الاجواء بتاع بلطجه باتم معنى الكلمه. من بعد رجعت الجلسه عملت الحساب نلقى مقلل اللجنه هذا عياض اللومي في 7 دقائق نائب الرئيس خذ 6 دقائق تقريبا 7 عمر في اللجنه خذ 6 دقائق عمر في اللجنه خذ 5 دقائق تقريبا 6 وانا حسبت توقيتي قص عليا بعد دقيقتين و 38 ثانيه يعني حتى 3 دقائق اللي هو مش من حقه يحصل فيهم النواب ما اعطاهمنيش. والادهى من هذا جوز اعضاء في اللجنه النائب هيجو شقروني وسام الشعري خذوا الكلمه قالوا نحبوا نعطيو حصتنا في الكلام للاستاذ عادل موسي. والفصل 114 من النظام الداخلي يسمح بإحالة التوقيت. رفض رئيس اللجنة وكي خرج من بلد قال لي والله لا نشتراها كلمة وابعدنا وفوتنا وش مقربت لينا. بي أعطينا خلينا كلمة للوزير، بعد الوزير قلت له عندي لجنة تسمح لي بالسؤال. طول أكثر ما يمكن أعطاه للناس الكل، كي جيت يعطي أسئلة ما عطانيش لي أنا، قلت له عندي لجنة كان نجم تعديني، قال لي أمورك وما عطانيش الكلمة. عملوا كل المستحيلات باش انا ما نتكلمش في مواجهه مباشره مع وزير الصناعه. كل الاسئله اللي سالوها امور تقنيه وتاع اختبارات ما يفهم فيها حتى النائب الا كي يبدا واحد مختص وصفقه زوز الليل واسنادها للنائب وتضارب المصالح والقانون بتاع النظام الداخلي هذا كله ما تمش السؤال عليه. وكي جيت قلت بينه موضوع الاجتماع كيف كيف يعاود يقول لك انت تحب نعاودها لك هم على راسك وسقط على راسك وعقد هذه بحضور قناة الحوار التونسي اللي أجرت معايا الحوار والكلمة قال لي في وسط الحوار وإن شاء الله ما يقصوهاش. حاضرين يا جماعة نجموا